طبعا من قدام هنا هتجد طبعا المنطقه اللي بيرتبط فيها اللون الازرق واللون الاصفر، اللي هو الاكتوديرم والاندوديرم، اللي هي الحته بتاعت الاوروفارينجيال ميمبرين. وزي ما قلنا النوتوكورد كان بيتنيط وليط وليط لغايه لما يوصل الاوروفارينجيال ميمبرين ويقف. خلاص طيب، بعد كده هنجد هنا الجزء اللي هو بتاع الايه الهارت، واخد بالك، اللي هو بيبقى جزء من الميزوديرم تمام كده، والايه والهارت. خلاص كده، وده الوول بتاع الامونيوم، وهنا ده الامونيوتيك كافيتي، وهنا هنجد الايه، ادي الايه اليوكساك. برضه هنبدا ان احنا ننزل برضه بشكل اوضح، هنا هنجد ادي طبعا الايه برضه الجزء بتاع الاكتوديرم والجزء بتاع النيورال تيوب، وتحديدا الجزء بتاع الفور برين. شوفوا هنا برضه بيزوم، يعني هو شوف انا جاي مقرب اكتر الحته دي. خلاص هنا الحته اللي هي اللبني دي اللي هي نوتوكورد اهي، خلاص كده هنا الحته اللي هي الصفرة دي اللي هي الفور جات. خلاص كده انا هنا يعني هنا كنت لسه يوكساك، يعني كنت لسه يوكساك، ما كنتش لسه بقى دخلت في يعني في الفولدنج قوي، ولسه كان الايه الامونيوم ده ما كانش جه قدام قوي، واخد بالك، اليوكساك ده ما كانش لسه كون الجات تيوب. انما هنا لا، واخد بالك، شوف هنا الامونيوم، واخد بالك، الامونيوم هنا شوف طول ازاي، جه من عند قدام وطول ازاي، واخد بالك، وطلع قدام، والفور برين بدا ان هو يطول، ومن هنا جوه اليوكساك اللي هي الحته اللي هي الصفرة دي، واخد بالك، اليوكساك بدات ان هي تكون الايه اللي الفور جات. انا هنا جايب الحاجات دي لان هنا في تفاصيل كتير مهمه وهتلاقيها مكتوبه في كتابك يعني. هنا ادي الفور جات زي ما اتفقنا، وده الجزء بتاع الايه الهارت، مالكش دعوه بالتفاصيل يعني. وهنا ادي الاوروفارينجال ميمبرين. شوف بقى هنا بقى الحته دي، انا جايب كل الكلام ده عشان الحته دي، هتلاقيه في الكتاب بتاعك بيقول لك كلام ولا انت عارف ايه الكلام ده، بيقول لك الاستوموديوم، الاستوموديوم او اللي هو بنسميه البريمتيف ماوث، البريمتيف ماوث يعني ده اللي هيكون البق بعد كده، الحته دي هتبقى فتحه البق. ما هنا يا شباب ايه، هنا الفور جات، يعني هنا الايه، هنا الفور جات اللي هي تعتبر بدايه الجهاز الهضمي. خلاص كده، فطبيعي ده الايه الاستوموديوم، ومين ده، ده الاوروفارينجيال ميمبرين. يبقى الاوروفارينجيال ميمبرين اللي هو الميمبرين اللي احنا وجعنا دماغنا بيه من اول الايه، من اول يمكن من عند الجاستروليشن، خلاص كده من بدايه الاسبوع الثالث. خلاص كده بيفصل ما بين مين ومين، يفصل ما بين الفور جات اللي هو يعتبر اول جزء في الجهاز الهضمي اللي هو اتكون من اليوكساك، ويفصل ما بين الاستوموديوم اللي هي الايه الحته الايه اللي هي تعتبر على فكره جزء من الامونيوتي كافيتي بالمناسبه يعني. خلاص كده، وتقع الاستوموديوم اذا، يبقى تقع الايه الاستوموديوم لك امام الاوروفارينجيال ميمبرين اللي بيفصل ما بينها وما بين الايه الفور جات. خلاص كده حلو، يبقى ده بق الجنين اهو تمام كده. ويقع كمان الاستوموديوم ما بين مين ومين، تقع الاستوموديوم ما بين الهيد بالش اللي هو الفيوتشر هيد او الراس او الفور برين، واخد بالك، او اللي هو الراس بتاع الجهاز العصبي. خلاص، وما بين الثوراسيك بالش اللي هو الجزء بتاع الايه او الجزء اللي هو بنسميه ثوراسيك بالش، ممكن تلاقيه اسمه ثوراسيك بالش، او ممكن تسميه اسمه بريكارديال بالش، واخد بالك، او الجزء اللي هو بيبقى فيه البريمتيف هارت او اللي بيبقى فيه الايه القلب. يبقى اذا الاستوموديوم، شوف الكلام ده تلاقيه مترصص عندك في الكتاب ومش واضح. خلاص كده، يبقى اذا الاستوموديوم لك بيفصله عن الفور جات الاوروفارينجال ميمبرين، والاستوموديوم يقع ما بين كل من الفور برين او اللي هو بنسميه الهيد بالج او بنسميه الفيوتشر هيد يعني، وما بين الايه البريكارديال بالج. طيب احنا كده زومنا على الحته اللي قدام، الحته بتاعه الفور برين والحته بتاعه الايه اللي تعالوا نقول كده، زومنا احنا هنا قدام على الحته بتاعه الفور برين والحته بتاعه الايه البريكارديال اللي هو بلج او ثراسيك بلج، واتكلمنا عن الاوروفارينجيال ميمبرين هنا اللي بيفصل الايه الفور جات عن الايه الاستوموديوم اللي هو الفيوتشر ايه الفيوتشر ماوس. خلاص كده، يبقى انا كده قربت كده، خلصت اللي عليا، واخد بالك، وقربت على الحته دي. طبعا هنا برضو زي ما اتفقنا، الحته دي الحته اللي في النص دي احنا خلصناها، حته الامبيليكال كورد والفيتيلو انتستينال داكت والديفينيتيف يوكساك والميد جات والحته بتاعت الالانتويس والكلام ده كله. خلاص هاجي بقى، انا قربت الحته ديت، هبدا ان انا اقرب برضو، اقرب هنا في الحته دي. انت هنا قربت عند الاوروفارينجال ميمبرين صح، هنقرب بقى هنا ورا عند الايه، عند الكلوكال ميمبرين. ادي يا سيدي الجزء الخلفي، هنجد هنا طبعا ادي النيورال تيوب، بس بقى ايه الجزء بقى الايه اللي هو اللي ورا، واخد بالك، اللي هو عند الكودال بقى، مش الفوربري. طيب هنا عندنا ادي النوتوكورد. خلاص كده، فاكر هنا الحته دي كان فيها اللي هو الجزء بتاع البريمتيف نود اللي هو كان كان شوف البريمتيف نود دي كانت بتبقى موجوده هنا كده، حته يعني خدناها زمان، البريمتيف نود كانت بتبقى موجوده هنا. خلاص كده، والنوتوكورد بيبقى قدامها، وورا البريمتيف نود بيبقى فيه البريمتيف ستريك اللي احنا قلنا البريمتيف ستريك ده المفروض هيختفي بعد كده لو انت فاكر يعني. يبقى احنا قلنا هنا كان في النص هنا بريمتيف نود، وقدام او كرينيا للبريمتيف نود كان في نوتوكورد، وكودا ليها كان في البريمتيف ستريك، وحتى احنا قلنا انه البريمتيف ستريك ده هيضمر تدريجيا، ولو تناه موجود هيعمل تراتوما يعني، قصص كده. خلاص، وفوق هنا ادي الامونيوم، وراح وبص شوف هنا السهم ده اللي هو نازل ده بيعبر على انه الامونيوم كافيتي هيبدا ان هو يزداد، والامونيوم هيبدا ان هو يتحرك، والسهمين دول بيعبروا عن النمو اللي بيحصل في نيورال تيوب يعني. خلاص طيب، هنا هنجد ادي الكلواكال ميمبرين اللي هو منطقه ارتباط الاكتوديرم بالاندوديرم، ومفيش استفدنا زي ما اتفقنا مفيش ايه اندوديرم. خلاص، وهنا طبعا هنجد الالانتويس وهو داخل في الكونكتنج ستوك، ونكمل بعض كلامنا في هذه الرسومات الجميله من اطلس مور في الفيديوهات اللي جايه.